حبيت أرسم هالمرة رسمة شوية يعني على يعني ديجيتال أرت، أوكي نوت ذا يوجوال أرت يعني أكريليك، وبتكلم يعني عن رسمة. So I will begin مع الخطة، خطة الانتقام رقم 2. لكن قبل لا أبدأ الخطة فعلوا جرس الإشعارات بعد الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد، أوكي؟ وعلقوا بالتعليقات يعني لإني أقرأ التعليقات إذا عندكم أي كومنت أو تريدون أتكلم عن موضوع آخر بدل هذا الكتاب، أو إني أكمل في هذا الكتاب لأن هي 30 خطة 30 سالفة تسمعوها مني. يلي حابين يسمع صوتي، ما شاء الله في ناس يحب يسمع صوتي، الله يزيدكم. إنزين، وسولي لايك، اشتراك، سبسكرايب، شيروا الفيديو، لايك، كومنت سكشن إذا عندكم تعليقات في خانة التعليقات، أوكي؟ ونبدأ بالموضوع، الخطة، خطة الانتقام رقم 2. حين لا نرد على سوء خلقهم، هذا لا يعني أننا طيبون، بل يعني أننا أشرار بما فيه الكفاية لجعلهم يحترقون غيظا من التكاهل. يتقفزون في كل مكان حولنا، كلهم هم إغاظتنا، يحسون براحة عميقة حين يكسرون قلبا، وبفرح كبير يقللون شأننا والبهجة لا متناهية حين يتفهون عملا، أو حتى حين يهرجون شخصا لا ذنب له سوى وجودهم البائس في حياته. لا يملكون وجهة نظر معينة، يتشتتون في وجهات مختلفة، وجهات نظر متباينة وفق ما يخطر على بالهم. كل ما يملكونه هو الاستظراف والتصديق العميق جدا بكذب خفة الدم التي يتوهمونها. لديهم جاهزية تامة للانتقاد حتى قبل أن يفهموا التفاصيل، ولديهم مناعة كبيرة ضد أي شرح قد يحرمهم من السخرية التي يستنجمون من خلالها. يمحصون الأعمال الناجحة للآخرين، لا يستفيدون منها في أعمالهم، ولا يستنسخوا نسخا أخرى بأسمائهم، بل يبحثوا عن أي هبوة صغيرة فيها ليريحوا بها أعصابهم المتوترة، وليخففوا من اشتغال الغيرة التي أكلت الأخضر واليابس. وحتى الرمادة في قلوبهم القاحلة يموتون عشقا في السخرية من الآخرين، ويذبون شوقا لكل رد يبين لهم أن سخريتهم آتت أكلها. لديهم جانب واسع جدا، ولهذا يتركون على كل جانب كل النجاحات الكبيرة وكل الأفكار العظيمة وكل وجهات النظر العميقة التي يقدمها الآخرون. يفعلون ذلك ثم يعلنون بكل فخر أنهم اكتشفوا الهفوة الصغيرة في كل ذلك. لنكتشف نحن التفاهة الكبيرة التي يغرقون فيها حتى ثمانة عقلياتهم الضحلة. يفعلون ذلك لأن حياتهم البائسة كانت في منتهى الكرم معهم في بند الفشل، يا إلهي، ولأنهم لم يملكوا سوى العجز التام عن تحقيق أحلامهم، أو ربما لأنهم تكاسلوا عن تحقيق أحلامهم حتى رأوها تتحقق أمام أعينهم وبأيد غير أيديهم. أعجزتهم المحاولات اليائسة أكثر من أي شيء آخر، حاولوا القيام بنجاحات كبيرة مثل الآخرين، فشلوا ونجح الآخرون. حاولوا تقديم أفكار عظيمة مثل الآخرين، فشلوا وقدمها الآخرون. حاولوا التحلي ببعض مظاهر الفلسفة لتقديم وجهات نظر عميقة مثل الآخرين، فشلوا ولعل الآخرين
ولعل الآخرون جعلت لهم تلك المحاولات أشبه قلوب وأشبه عقول وقاموسا كبيرا من مرادفات الصخرية والتحبيط وتهويل الفشل وتسطيح النجاح. جعلتهم تلك المحاولات يكسرون حياتهم ضد الآخرين. جعلتهم تلك المحاولات يكرسون حياتهم ضد الآخرين ومنقذاتهم التي تسبب لهم الحساسية المفرطة. كل ذلك جعلهم يصابون بعقدة النقص التي لم تجد لها أنيسا في قلوبهم سوى عقدة الفشل. تلك العقدة جعلتهم يعتقدون العزم على أن بعدهم الطوفان وأن أي شخص آخر يجب أن يفشل مثلهم، وكأن الكأس التي ذاقوها يجب أن تمر على الجميع، وأن المقالب التي انطلت عليهم يجب أن تنطلي على الجميع. هذا هو تعريفهم للمساواة، تعريفهم الذي استسقوه من آبار الفشل التي لا يستطيعون الخروج منها. هؤلاء يستحقون قليلا من الشر الذي يجب أن نختلقه في قلوبنا، بعيدا عن فلسفات الطيبة والقلوب النقية البيضاء الخالية من كل شرور العالم الصغيرة وكبيرة وكل أحجامها. فأي رد عليهم سيقيم دنياهم ولن يقعدها. سيعلن عن الأفراح في الأماكن ذاتها التي قاموا فيها صرادق العزاء في قلوبهم، وعن مسيرات الفرح في الطرق الخالية التي كانت تؤدي إلى لا مكان معهم. أي نظرة أو اهتمام من طرفنا يعني لهم الكثير من البهجة والكثير الكثير من جرعات الاتصال الذي يتوهمونه ليموتوا فرحا بجرعة زائدة من الاتصال. كل ما علينا فعله لهؤلاء هو الانتقام منهم بطريقة لطيفة جدا جدا، طريقة تجعل أعيننا تتواصل ابتهاجا كأنها لا ترام، تجعل ابتسامة جميلة أعرض أمامهم، وتجعل كلماتنا تتناول كل شيء إلى تفاهاتهم وسطحيتهم. سينتظرون بفارغ الصبر أن نناقش ملاحظاتهم الساخرة حول أعمالنا. سنجعل الانتظار سير الموقف إلى أجل غير مسمى. سنعدمهم الصمت وسنعاقبهم بالتكاهل. هذا التكاهل سيجعل نار الغيظ في قلوبهم تزداد اشتعالا، عسى تنير لهم طريق احترام الآخرين. صراحة يعني رقم 2 كان جميل، وبكل صراحة يعني حبيت القراءة هذه عن نفسي، مدري عنكم انتو، خبروني في التعليقات كيف حبيتوا القراءة ولا لا. زين، او اذا عندكم رأي ثاني اذا تريدوني اقرأ اشياء ثانية او اقول اشياء ثانية. ايش بعد؟ من وجهة نظري صح، يعني في ناس يحبوا يتبلوا على غيرهم ويحبون شنو يعني كل الأشياء السلبية عن غيرهم، لكن هم إيش لو تشوفهم ما مسوين شيء بحياتهم، ما مسوين شيء حرفين يعني أشياءهم المسوينها أشياء طبيعية لكل إنسان يسويها، يعني سنة الحياة الطبيعية لإكمال الحياة، وبعد فوق كذا سنة الحياة في أرض الله يعني، بعد فوق كذا عندهم تعصب وغيرة وحقد، وهذا الله يبعدنا من أمثالهم وأشباههم. إنزين، بس في ناس ما شاء الله على القلب صراحة طيبين وكتكوتين وحلوين ويعني وكذا وكذا. ومن أحد الأقوال في هذا الكتيب اللي حبيته يعني إنه تبسموا وكأنكم ما تشوفوهم. صح، في ناس اللي عندهم طاقات سلبية وكذا وجودهم بلوى صراحة بعدهم راحة. إذا شفتوهم قربكم وحاولوا يحبطوكم أو شيء تبسموا في وجوههم، هذا يقتلهم غيظ يحرقهم نار تغلي داخلهم وخلاص. زين، شكرا على حسن المشاهدة. إذا تحبوا أني أعلق زيادة وأقول كلام أكثر ويعني حبيت أخلي الفيديو شوي سريع يعني بدل لا يكون جزئين جزء واحد اليوم، ولايك وشير وسبسكرايب. Thank you for watching. شكرا على مشاهدتكم الحلوة الجميلة، والله يحفظ الجميع ويعني الله يكرمكم
لايكات اكثر لايكات اكثر لايكات اكثر. وشويه هذه الرسمه الجديده حبيت اخليها alien looking thing، يعني يكون فيها جماليه من نوع خاص. الفاينل ريزلت يعني مال الرسمه وكذا. وبكمل اقرب في هذه الكتيب، خلصت خطتين، بيبقى لي طبعا خطط البقيه اكملهم المرات القادمه. لايك اكثر عشان فيديوهاتي ينزلوا اسرع.